لكم معايا في حلقه جديده من برنامج سفره سالي. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفات سعودي. هنعمل اول حاجه المندي، مندي الدجاج بس هيبقى لايت، ومعانا بليله سعودي. هيكون معانا 2 ضيوف باذن الله. هيكون معانا سلوى هتقدم لنا مشروع، وهيكون معانا فاتن خس 30 كيلو على نصايح الدايت بتاعتي. ان شاء الله ينوروني في الحلقه. هنبتدي اول وصفه وهي مندي الدجاج اللايت. هبتدي اقول لكم على المقادير عشان هي كتيره شويه، نبتدي نقولها دلوقتي على طول. معانا فرخه كامله مفروده، ولتتبيله الفراخ معانا بصله كبيره مبشوره، معلقه كبيره ثوم مفروم، معلقه صغيره جنزبيل بودره، معلقه صغيره شطه مجروشه، معلقه صغيره كركم، نص معلقه صغيره قرفه بودره، واربع فصوص حبهان، واربع حبات قرنفل، وملح وفلفل اسود. طيب للرز بقى معانا 3 كوبايات رز بني علشان يبقى صحي اكتر، فدي التغيير اللي احنا مغيرينه. معلقه كبيره زيت، مرقه حسب الاحتياج، وميه مغليه بضيفهم معاهم كمان علشان يساعد على السوى اسرع. عود قرفه خشب، 3 فصوص حبهان صحيح، و3 حبات قرنفل صحيح، وورق لورا، ومعلقه صغيره كركم، وملح وفلفل اسود. وللتقديم معانا كمان خضار سوتيه. تمام، احنا هنبتدي اول حاجه بالرز علشان نديله الوقت في التشويح. طبعا النهارده من الايام العامه، فقلت اقدم لكم وصفه من الوصفات المختلفه. السعودي طبعا انا بعشق الرز البخاري والرز، الحاجات السعودي دي جميله جدا جدا رائعه، مش عايزه اقول لكم. يعني نحط اول حاجه معلقه الزيت، معانا سهام، اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ ازيك يا سالي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه يا سالي. وانت طيبه يا رب، اهلا بيكي. طيب بقول لك ايه يا سالي، اتفضلي. عندي انشاك. تمام. وامبارح كلت عدس معاه ليمون. هل كده ما يعملش انسك؟ لا، هو حسب حضرتك بتشربي ميه كفايه ولا لا، بتاكلي الياف كفايه ولا لا، ملوش دعوه بوجبه معينه. يعني ممكن وجبات معينه تعمل امساك، لكن عموما لازم نشوف يومك عامل ازاي. بتاكلي شرايح خبز مشبعه؟ طيب بتاكلي شرايح خبز مشبعه؟ بالباذنجان بيعمل لي امساك. لا، شرايح الخبز المشبعه بتاكليها؟ لا ما بعرفش اعملها يا سالي. طب اشتريها، بس لازم تاكليها، بتفرق جدا في الامساك، بتخلي الواحد يجيله لين كويس جدا مع شرب الميه. العدس ملوش علاقه، لا هو كله الياف، هو حضرتك بس اشربي ميه كفايه، وفاكهه كتير وخضار كتير وسلطه، كل الالياف دي مع ميه كتير بتعمل لين. ومن الحاجات الحلوه زيت الزيتون، الفواكه المجففة حلوة جدا، كل ده بيساعد على اللين، حلو جدا. والبرتقان، بصوا تشويحة الرز اهو، شايفين كل التوابل معايا اهي. هبتدي ان انا اروح حطاها زي ما هي كده، وتقليبة برضو على النار سخن كده يطلع الطعم اكتر معانا. بعد كده بقى عندنا اختيار، نحط شوية مية مغلية، وبعد كده مرقة مكثفة او مرقه خفيفه من الاول زي ما تحب. احنا معانا تليفون، معانا فاطمه. الو، اهلا وسهلا، ازيكي؟ شيف عامله ايه؟ انتي ازاي، كامله ايه، كويسه؟ الحمد لله. انا فاطمه، لسه مكلمه حضرتك من كام يوم. حبيبتي منوراني، اهلا بيك. والله العظيم انا بحب حضرتك. جميل يا رب، قولي لي. انا كنت عايزه اسال على طريقه عجينه البيتزا. حاضر حاضر، شكرا على المكالمه. طريقه البيتزا، احنا بنجيب كيلو من الدقيق
بتحطي 3 كوبايات من الميه الدافيه عليهم معلقتين كبار من الخميره ومعلقه كبيره من السكر. بتقلبي في الميه ديت الخميره والسكر شويه من الدقيق. بعد كده بتسيبيها ربع ساعه وتلاقيها خمرت كده معاكي. بتحطي بقى بعدها بقيه الدقيق وربع كوبايه زيت ومعلقه كبيره من الملح. بتعجني كويس قوي قوي قوي. تفردي في الصواني وتسيبيها شويه ربع ساعه تخمر او نص ساعه، وبعدين تحطي عليها حاجه البيتزا كلها تدخليها الفرن. بس كده بصوا بقى خلاص. ننزل بقى عليها، انا عندي زي ما بقول جزء ميه مغليه بيساعد اسرع شويه على الايه انه يستوي معانا. بديها كده غلوه وبحط الملح بعد كده على كل كوبايه، بنحط معلقه صغيره من الملح. وبعد كده بكمل بقى بالمرقه معايا، بس تبقى مرقه مكثفه عشان تدينا الطعم صح. الرز الاسمر بياخد وقت في السوى عن الرز العادي، بياخد وقت في السوى عن العادي بس مليان الياف. خلاص بنقلب كله كويس جدا زي ما احنا شايفين اهو. كل المنكهات المحطوطه دي بتدينا الطعم الرائع. خلاص غلت معانا اهو، ببتدي بقى ان انا اوطي خالص واسيبها على نار هاديه تستوي معانا ونغطي. تمام، نبتدي بقى نعمل دلوقتي الايه الفرخه. نجيب بقى حاجه كده. عايز نطلع فاصل الاول؟ حاضر هنطلع. طيب الاول فاصل ونرجع نكمل مع بعض نتبل الفرخه ونعمل مع بعض كمان البليله. نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل. افكركم احنا ابتدينا عملنا ايه. عملنا مع بعض الرز للمندي، لمندي الدجاج اللايت. عملنا له رز بالرز البني والخلطه ريحته رهيبه رهيبه رهيبه. بالتوابل اللي فيه طبعا احنا حطينا له معلقه كبيره من الزيت، قلبنا فيه الرز، حطينا فيه عود قرفه وحبهان وقرنفل وورق لورا وكركم وملح وفلفل وايه كمان ومرقه. تمام، بعد ما بيستوي بشكله كده معانا بنرص حواليه بقى الخضار السوتيه. طيب عايزين دلوقتي نعمل مع بعض المندي الدجاج نفسه بقى. احنا معانا قلنا الفرخه تكون مفتوحه ومفروده، معانا ليها بصله مبشوره، معلقه كبيره ثوم مفروم، معلقه صغيره جنزبيل بودره، معلقه صغيره شطه مجروشه، معلقه صغيره كركم، ونص معلقه صغيره قرفه بودره، واربع فصوص حبهان صحيح، واربع حبات قرنفل صحيح، وملح وفلفل. تمام، هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نخلط كل ده مع بعض. طبعا يفضل ان ده يقعد الفرخه تقعد في التتبيله دي كذا ساعه في التلاجة علشان تدينا النتيجه الحلوه. نظبط، نحط بقى كل التوابل مع بعض، ونكون طبعا غسلين برضو الفرخه كويس جدا بالليمون. الليمون من اكتر الحاجات اللي بتفرق في تطهير الطيور. هنحط بقى معانا حساس قوي، اي حاجه تحط عليها على طول يفصل. تمام، نحط البصله وهنحط الثوم. هنحط، شايفين كل تشكيله التوابل اللي معانا دي اللي احنا قلنا عليها، شوفوا الوانها جميله ازاي، كل دي فوائد للجسم سبحان الله. ننزل بقى كله كده. تمام، هقلب كل ده مع بعض الاول. وبعدين هبتدي، حلو برضو نطريه شوية، ممكن معلقة زيت
نحط عليه معلقة من أو معلقتين من الزيت، ونكون مسخنين الفرن على 160 درجة. هاخد بقى الفرخة كده وهبتدي بقى احط كل التوابل دي، ادعكها بيها كويس جدا من كل ناحية. تمام، نحاول على قد ما نقدر نقعد ندعك فيها ونسيبها في التلاجة بقى بالتتبيلة. اللي هنسيبها في التلاجة بالتتبيلة يبقى مهم جدا ان احنا ما نحطش بس الملح عشان ما تنزلش منها السوائل بتاعتها. الملح ده نحطه قبل دخول الفرن على طول فقط. تمام، طيب هنبتدي بقى نعمل ايه؟ ياريت لو نشتغل في البيت بجوانتي واحنا بنتبل عشان ريحة البصل ما تبقاش في ايدينا طول ما احنا ايه في البيت. دي حاجة ممكن احنا ما تضايقناش، لكن يعني كل واحد طبعا ممكن يتضايق، لكن في ناس ما تتضايقش لكن تضايقوا غيركم. يعني مثلا في البيت الريحة دي بتبقى نفاذة جدا، فيبقى مثلا جوزك متضايق قوي من الريحة دي مش عارف يقولك ايه كده. خلاص هدخل دي بقى الفرن. طبعا يفضل ان احنا نغطيها الاول بالفويل، تفضل حوالي نص ساعة متغطية، وبعدين برفع الفويل وبعلي الفرن شوية تدينا اللون اللي هو اللي احنا شايفينه ده. طيب في طريقة تانية، ان انا بدخلها كده متعرية على درجة عالية، هي كده تبقى على درجة عالية، اديها الشك المتين الاول تاخد لون، وبعدين اغطيها بالفويل واغطي الفرن خالص. يبقى احنا معانا طريقتين. خلاص بما ان الفرن عالي اصلا عشان انا دي كنت بديها لون، يبقى هدخلها بقى من الاول من غير الفويل، اديها تشك المتين الاول، وبعدين بعد ربع ساعة او 10 دقايق تقريبا اول ما تبتدي تاخد لي اللون من فوق زي بالطريقة دي، هروح مغطيها بالفويل واطي واسيبها على نار هادية تستوي معايا. طيب العكس لا، يبقى بالفويل الاول في الفرن زي ما سوينا دي، خلاص على نار هادية، وبعدين بشيل الفويل اديها لون في الاخر، نعلي ساعتها اخر بس 5 دقايق. نطلع دي بقى من الفرن كده، نشوفوا لونها جميل ازاي، تحفة. معانا تليفون، بسنت. الو، ازيك يا بسنت، عاملة ايه؟ انا لسه ليك يا شيخ. اهلا بيك يا حبيبتي. لو سمحت يا شيخ، عايز اسألك بس عن طريقة تورتة بالكريمة والفراولة. حاضر، شكرا على المكالمة. طبعا تورته بالكريمه والفراوله دي محتاجه بقى ايه؟ محتاجه حلقه، فانتي اتفرجي، انا دايما بعمل تورتات كريمه وحاجات وحركات، فبيتفرجي بقى ان شاء الله في الحلقات الجايه. خلاص في حلقه تزيين. بصوا بقى، انا هاخد اهو الشكل كده واحطه على الرز من فوق بالشكل ده، ريحتها طبعا خطيرة. الباقي بتاعها ده بقى لو عايزينه لايت، شايفين احنا معانا، انا هلفها لكم عشان تشوفوها. احنا معانا طبعا الصوص بقى اللي نزل منها ده، بس الصوص ده مليان دسم بقى. ليه الصوص ده مليان دسم؟ بسبب الجلد بتاع الفراخ. جلد الفراخ ده دسم فظيع، فلازم في الفرن نروح منزل الدسم بتاعه زي ما احنا شايفين كده. نعمل ايه علشان نقدر نستفيد من الصوص ده من غير الدسم؟ في الحالة دي لازم الصوص ده يخش التلاجة الاول قبل التقديم، يعني خلاص الفرخة دي يوم هتتاكل خلاص، لكن الدسم ده او يتعمل مثلا مرة قبلها، واحدة قبلها يخش التلاجة، الدسم بيتراكم لي فوق ويبقى ساقع كده وناشف، بشيله بقى برميه، لان هو الدسم ده بيتخن وصعب نزوله من الجسم فنتخلص منه. تمام، يبقى عندنا بقيه اللي هو الباقي معايا بقى تحت الدسم ده، هو ده الصوص الرائع اللايت اللي اقدر ان انا خلاص استخدمه كصوص يتقدم بقى مع مثلا معانا رز البني، مع فريك، مع اي حاجه احنا حابينها. يبقى كده احنا عرفنا ازاي نتخلص من الدسم. طيب نبتدي بقى نعمل مع بعض البليله السعودي. البليلة السعودي عبارة عن ايه؟ هقول لكم على المقادير. معانا 2 كوباية حمص مسلوق، حبة متوسطة من البنجر، ونكون مقطعينه مكعبات صغيرة
ويكون طبعا مسلوق معانا طبعا. خلاص بس ياريت يكون مسلوق نص سلقة. معانا حبة خيار مقطع مكعبات صغيرة، وربع كوباية خل، وعصير ليمونة طازة، ورشة كمون، ورشة ملح. للوش بنحط كمون حب. أول حاجة في بولة بنحط البنجر والخيار والخل والليمون والملح، بيتنقعوا في الخليط ده لمدة نص ساعة، لمدة ساعة كاملة. خلاص بعد كده بقى بنحطه وبنحط بنرش عليه الحمص. زي ما احنا شايفين هنا كده، احنا عندنا اهو الخيار والبنجر والخل والليمون كله اهو، ده التشكيلة دي كلها هي المنقوعة دي، هي دي تمام، هي دي اتنقعت خلاص لمدة ساعة مع بعض. كل اللي هيحصل ان احنا هنقدم ده ونحط عليه بقى الحمص المستوي، ونرش عليه الكمون الحب. نحط بقى كده وناخد تليفون. الو، ايوه ايوه يا شادي حبيبه قلبي، ازيك؟ ازيك يا شادي؟ عامله ايه مدام احلام؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ايوه حبيبتي ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي، ازيك انت وازاي الاسره وازاي مامي كلكم عاملين ايه؟ الحمد لله يا حبيبة قلبي. الحمد لله يا حبيبتي، عاملة ايه؟ طمنا عليكم دايما يا رب كده يا سالي. الله يخليك، مطمنا عليك. الحلاوة دي بس، ما انت طول عمرك جميلة حلوة حبيبتي، في عيونك الحلوة يا سالي اهو. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ايوه يا سالي، عايزة بقى الأكل حاجة بالمشروم يا سالي. حاضر حاضر إن شاء الله قريب. حاضر إن شاء الله قريب هعمل لك، حاضر بإذن الله. حبيبتي منوراني دايما يا رب، دايما كده منوراني ويطمنا عليكي دايما دايما. بصوا اهو نرش عليه بقى الحب كده، حب الكمون. هحط ده بس على جنب. عايزه اقول لكم بقى، انا كمان اتاكدت، انا يعني انا بنت خالتي، ولاد خالتي وولاد عمامي سعوديين. ازاي هقول لكم قصه غريبه جدا؟ مامتي واختي، مامتي واختي، نركز تاني من الاول. مامتي ليها اخت تمام، وبابايا ليه اخ، بابايا ليه اخ، بابايا الله يرحمه ليه اخ مش شقيق، يعني اخوه مامته، ان هما نفس الام لكن مش نفس الاب، الاب سعودي. فالاختين اتجوزوا الاخين تمام، بس ناحيه منهم خلاص اخدت العرق السعودي. فخالتي سافرت مع جوزها اللي هو اخو بابايا اللي هو عمي على السعوديه، وعاشوا هناك وخلفوا ولاد بقى خالتي ولاد عمي في نفس الوقت. فهم يعني واخدين بقى الاصل السعودي 100%. وبنت خالتي دي بقى شبه جدا نسختي الثانيه، عايزه اقول لكم، بس هي سعوديه بقى. ف سألتها بقى نوران حبيبتي، قلت لها يا نوران قولي ايه الموضوع صعب قوي كده يا مصطفى بجد؟ لا اتلخبط فعلا، هي اتلخبط سبحان الله. هي اختين اتجوزوا اخين، اخ منهم اخ من يعني اخوات بابايا، هما مش شقه يعني، الام واحدة لكن الاب هو اللي ايه اللي سعودي. بس لسه متلخبطين؟ يا نهار ابيض. بس انا عندي بقى يعني من ناحية الاب السعودي عندي عمات وعمام، يعني مش عم واحد، انا عندي عمات وعمام وهم عايشين في السعودية. ربنا يخليهم لي يا رب، ناس جميلة جدا جدا جدا، بعشقهم. يعني انا اول ما رجعت من المانيا، اول ما رجعت على مصر من المانيا كان عندي ساعتها 10 سنين، وكان بالنسبه لي برضو كانت حاجه مش سهله ابدا ان الواحد يكون مع اصحابه والمدرسه وكل حاجه في بيئه معينه. كانت ساعتها في المانيا ان انا اسيب ده واروح على بلد تانية كانت ساعتها مصر، فكان بالنسبه لي كان التغيير مش سهل ابدا، صحاب جداد بقى ومدرسه جديده
وكل حاجه كانت بالنسبه لي لسه هتعود عليها وجديده من اول، يعني جديده طبعا، كانت صعبه قوي 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 عليا في الاول، وخصوصا كمان ان كان كل حاجه مختلفه قوي. يعني في المانيا كانت مدرسه مختلط، كنا كلنا صغيرين في ابتدائي، بس مدرسه مختلط، ما كانش فيه يونيفورم، ما كانش فيه النظام اللي انا جيت عليه في مصر. لما جيت على مصر لا، دخلت مدرسه الراهبات وكان كله يونيفورم وكله كان بالتزام فظيع، وانا حماتي هي مديره المدرسه، كانت مديره المدرسه الالماني، فسبحان الله من كده لكده. فلما جيت بقى من واول ما جيت كمان مصر كانت مامتي وبابايا مش معايا كمان، يعني انا نزلت انا واختي، واللغه كانت عندنا كانت مش لسه مش مظبطه قوي، وبابايا ومامتي فضلوا في المانيا قعدوا كتير. مامتي جت بعدي بنص سنه وبابايا جه بعدينا بسنه، فكان داخله على حضاره مختلفه تماما. انا واختي، اختي اصغر مني بخمس سنين، فهي خمس سنين وانا عشر سنين، وماما وبابا مش معايا، فكان احساس مش قادره اوصف لكم عامل ازاي. بس اللي لقفني بقى ساعتها كان هو بقى عيلتي اللي من السعوديه جم ساعتها في الصيف، كان في الصيف كانوا قاعدين، ولما بقى انا نزلت كان معاهم، فالدنيا بقى اختلفت تماما. كان بقى هم بقى يعني كانوا مهتمين بينا قوي، مع جدتي طبعا كلهم، فالموضوع عدى الحمد لله. وبالعكس بقت مصر بالنسبه لي يعني ما اقدرش ارجع اعيش في المانيا، يعني انا حاولت اعيش تاني لظروف، كان بس عشان جوزي كان عنده شغل في المانيا، فسافرت اول ما اتجوزنا قعدنا شهرين، بقيت ادعي كل يوم يا رب ننزل مصر. وكانت مشكله بقى ساعتها ان هو في المانيا كان لو اثبت نفسه فعلا كنا هنقعد اكتر، فبقيت اللي هو طب ادعي اقول يا رب ما يثبت نفسه ولا اعمل ايه، انا عايزه انزل مش قادره استحمل. فسبحان الله يعني فعلا الحمد لله قعدنا شهرين، هو كان المفروض شهر وبقى هنطول، فهو فعلا اثبت نفسه وطول، طبعا ما قدرتش ادعي عليه بس قعدنا الفتره ورجعنا. بس فعلا الواحد لما بيتعود على مصر صعب جدا 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 يسيبها، لانها ليها روح وليها احساس تاني خالص غير اي بلد تانية. يعني السوشيال لايف فيها مختلفه تماما، والروح الاسريه وكل حاجه دي مش موجوده يعني بره في اي حته بصراحه، مش موجوده زي في مصر ابدا ابدا ابدا. يلا قعدنا نرغي شويتين كده ونقلب الرز. صح يا دعاء، نقلب الرز وبعدين نطلع فاصل. طبعا الرز ده بياخد وقت زي ما شايفين، لسه اهو بياخد وقت كتير، فاحنا نسيبه على مهله، مش محتاج سائل دلوقتي حاليا. هغطي بقى عليه، هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله مع ضيوفي الحلوين بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل. زي ما احنا شايفين معانا ثروة، ازيك؟ اهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله. انت جايه لي النهارده من المنصور؟ اكيد سفر بقى. حبيبتي منوراني. ربنا يخليك. من المنصوره للقاهره قد ايه؟ بالظبط لغايه هنا مثلا ساعتين ونص. ساعتين ونص، يا حبيبتي نورتيني بجد. ربنا يخليك. انت فاتحه مشروع بقالك قد ايه؟ سنتين مثلا، نقول سنتين. مشروع بيتي. ايوه. بتقدمي ايه بقى؟ احكي لي احكي لي الاول، جت ازاي انك ابتديتي المشروع ده وبتقدمي ايه؟ هو الفكره انه كان حلم يعني من وانا مثلا صغيره بحب المطبخ جدا، بس اللي هو مش بطبخ، ما بعرفش، ففضلت تكبر تكبر تكبر، واللي مش عارفه مثلا انفذ الفكره ازاي، فاخدت سنين طويله قوي اللي هي عماله تحلم يبقى عندي مثلا مطعم، يبقى اسمه سلوى، لا اسمه مش عارفه ايه، ففضلت تكبر لغايه مش عارفه ابداها بقى منين وازاي. فبديتها كده اللي هو
وهي دي البدايه. ايوه وهي دي هي البدايه، دي البدايه هتفتح ان شاء الله مطعم باذن الله. دايما لما الواحد يبتدي يتخيل لما يصمم ويصمم ويتخيل اسم يقعد يفكر اسم المطعم اسم المطعم، وترجعي تقولي بس انا لسه مش هفتح، وانا ليه عمال افكر اسم دلوقتي؟ أيوة. يبقى هتتحقق. أيوة. هي هتيجي ازاي او هتعملي دي ازاي ان شاء الله؟ فقلت اخدها واحده واحده بقى كده ان شاء الله يا حبيبتي. طيب انت بتقدمي ايه في المشروع ده البيتي ده؟ كل الحاجات اللي هي الوجبات الرئيسيه اللي هي مثلا فطار غدا عشاء، مش حلويات. انا مثلا بحب اعمل ده فمتخصصه فيه، بحب التخصص، او ان انا مثلا مش مجرد اعمل حلويات كمكمله ان انا بعملها وخلاص، لا انا بعمل حاجه بحبها حاسه ان انا هطلعها كويسه قوي، فخلاص خليني في الحاجات دي اللي انا بعملها دي. تمام. انت بتاخدها كوجبات رئيسيه. انت جايبه معاكي بقى النهارده ايه؟ احكي لنا. دي اول حاجه حواوشي، ده اللي هنعمله دلوقتي. ده عشان الناس اللي جربتي مني مصممين ان هم يعرفوا الطريقه البيتي طبعا عشان يبطلوا يشتروا من بره. ودي واضح انه مسمع جامد. انت اسمك ايه مبدئيا؟ سلوى عوف. سلوى عوف ده اسمك برضو على الفيسبوك وانستا وكل. اوكي. دي عجينه سمبوسه، بس هي بطريقه الطريقه دي يمنيه، واخدين عجينه السمبوسه وبدل ما يحطوها في زيت كتير زينا كده بيدخلوها الفرن. الحشو كمان مختلف شويه، جواه موتزاريلا وفلفل الوان وحاجات قريبه من اللي هو حشو السمبوسه برده. تمام. دي بانيه برده وعليه من بره فلفل وموتزاريلا ومدخلهم الفرن. تمام. كل الكلام ده عشان عارفه بتحب الدايت، ممكن نحول كل ده لدايت. برافو عليكي. تعملي كل ده في الفرن. انا بعمله كده عشان الناس حابه كده، لكن انا البانيه ممكن استغنى عن البقسماط والفيجيتار وكله وادخله مشوي الفرن، وازوقه بقى بخضار وحاجات اطفال بيحبوها احنا بنحبها، نفس الشيء الحواوشي والحاجات دي كلها. برافو عليكي، ممتازه. انت النهارده بقى هتقولي لنا على سر الحواوشي. الحواوشي يلا مش حرمكم من حاجه. ايوه اسمعوا بقى. بصي انا بحب الناس بتطلع بجد اللي بتقول من قلبها كده وسرها، هو انا ربنا بيبارك في الوصفات اللي بقدمها مكتوبه او مسموعه بكون حريصه دايما اللي هي الحاجات اللي بنشتريها من بره، مش الحاجات اللي انت مثلا تقدري بتعمليها في البيت، بطايه فرخيه رز كده. انا مثلا برجر بنحبه كلنا من بره، حواوشي فبنبقى مصممين اطفال وكبار اننا بنشتريه، فدي بكون حريصه قوي اكتر من الاكلات التانيه ان انا اقدمها كوصفه. تمام. مش مهم كمان تشتريها مني، لا المهم ان انت تجربيها تعملها في البيت وتطلع كويسه معاكي وفي اقل وقت. برافو عليكي. برافو عليكي. فهنعملها النهارده بقى مع بعض. قولي الوصفه. دي اول حاجه هناخد لحمه مفرومه، مش قد ايه؟ ممكن على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. تمام. نص كيلو ده مثلا هيعمل معايا شويه كام رغيف حلوين كده. ومش لازم زي ما كلنا بنسمع ان الحواوشي لازم يكون اللحمه فيها دهن كتير او حاجه، بالعكس لازم ممكن تكون لحمه حمراء كويسه. بعتقد كمان يكون احسن عشان ما تغرقش العيش وعشان ما تبقاش تقيله. صح. باخد معاها بصل مفروم. على فكره بيبقى كويس كده مش مفروم، ناعم قوي مش بتاع تتبيل يعني. وفلفل. ممكن الناس اللي هم اسكندرانيه بيحبوا الفلفل الاحمر اللي هو الحامي او الفلفل الالوان فبرضه نحطه مع ده. تمام. واخد جزر مبشور كده، كفايه على دول. ال 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 الفلفل الجزر برضه جديد، هو بيدي طعم حلو جدا، تسكيره، وانت واخده قيمه غذائيه عاليه جدا كمان مع الخضار عليك. والحاجات دي، فلو جربتي هتشوفي الطعم عامل ازاي. باخد فلفل اسود شويه كتير كده، حوالي معلقه مثلا. طيب وانت بتحطي الملح؟ ناخد ام محمد. ايه معلقه ملح برضو يا ام محمد؟ لو معلش خط قطع. باخد بقى حاجه مهمه جدا برضو ودي كمان بتساعد على الحرق جدا، الجنزبيل البودر. برافو. بحط كده معلقه كمان توم بودر وبصل بودر. بتكون دي بقى كل البهارات اللي انا بستخدمها. تمام. وكمان انا مزوده في الحواوشي من عندي صوص التشيلي ده. بيكون حامي برضو شويه فبيديكي طعم حلو قوي. حلو ده. ما بين عشان الجزر كمان فبيتفاعل مع الحاجات دي كلها يدي طعم حلو قوي. وانت صوص التشيلي بتعمليه بنفسك ولا بتشتريه؟ مش دايما، بس هو ميكس ما بين الكاتشب والمايونيز، فانت لو عملتهم في البيت بتزودي شطه بس، او تعملي الفلفل الاحمر تسلقيه وتعمليه هريسه كده فيبقى ده خلاص اللي تشيل. تمام. وبملح وكمون. بس انت يعني بتحطي فيه اكسترا مايونيز؟ مش دايما، اوقات واوقات. اوكي. بس هي دي ونخلطهم كلهم مع بعض. بيكون حلو قوي عندي لو انا تبلت ده مثلا قبل ما اعمله بساعه مثلا. طبعا بيشرب طعمه. ايوه. بياخد بقى كل البهارات دي مع بعض، نقلبه كويس كده
لما بنسيبه بقى بيتشرب الملح وبيتشرب طعم الجزر والفلفل وكل الحاجات دي. انا شايفه في جبنه برضو دي في الاخر حركه بقى حركه اضافيه. سلام. علشان اللي بيشتروا الحواوشي من بره نحببهم في الاكله دي من جوه البيت وبطعم احلى كمان. ما كل اضافه بتدينا ايه طعم كده. كل اضافه وتكه، كل شيف لازم يبقى ليه تكته واضافته المختلفه. انا عموما بحب الخضار جدا في كل الاكفاء، لو بيشوفوا وصفاتي يعني هيلاقوني بدخل الخضار الفلفل والجزر في اكلات كتيره جدا جدا. تمام. هناخد ده العيش، طبعا ده عيش بلدي عادي. نقدر كمان نعمل عجينه في البيت، لو انت حابه تعملي عجينه دقيق وملح بس ورشه سكر وتعملي العجينه دي وتفرديها وتحشيه وهو ني، مش بندخلها الفرن زي ده ولا حاجه، فبتتشبع بقى بطعم اللحمه والحاجات دي كلها وتقدمها كمثلا طب عايزين بقى كدا. نعملها بقى بالعيش المشبع بقى. يعني نبعد بقى عن القمح بقى وكده ولا ايه؟ تمام. ممكن على فكره في عيش بجنين القمح والشوفان، بنفرم الاثنين مع بعض نعملهم كضيق كده، وممكن نستخدمه عيش زي ده ونعمل فيه حواوشي. برافو، ده يبقى ممتاز ده. في نفس الوقت بتاخدي حاجه بتخسس وحاجات زي ما انت شايفه مفيش دهون مفيش اي حاجه، فمش هتضرنا قوي كدايت يعني اللي بيعمله دايت. صح كده. باخد كده بفرد اللحمه في الرغيف كله. بس هو كرغيف طبعا، هو ما يعتبرش رغيف العيش دايت، لكن هو صحي بالحشو. الحشوه بتاعتنا لو صح لو دايت زي ما قلت كده ممكن نستغنى عن ده ونستخدم فيه العيش اللي هو السن اللي بالرده بس. الرده مش بنصح بيها قوي لانها طبعا بس ده يعني شوية. اقرب الحلول اللي دايما مثلا دكتور الدايت لو ما فيش عندك شوفان ما فيش عندك جنين والقمح الحاجات دي فيقول لك مثلا كلي العيش السن بدل الرز وال هو صح بس هو بيشبع لكن مع الوقت بيعمل هشاشه عظام ومشاكل في ال احنا في غنى فناكل العيش الابيض. باخد الموتزاريلا كده في الاخر. تمام. بتحطي بعد كده عليه. اوكي خلاص كده بقى عندي بصي رغيف حواوشي ممتاز يدوب. مش هناكل غيره. هناخده كده. بتسويه ازاي؟ الساق ده عليه ورق زبده، ممكن عشان هو موجود ما نحط الزيت خالص. لو مش موجود عندي دي باخده يدوب بالفرشه كده، يعني زيت كده رايح جاي وش وظهر كده وخلاص وبدخله الفرن. تمام. ويكون كده بقى خلصت يعني حراره متوسطه ونفضل نقلبه كل شويه عشان يتحمر بقى ويطلع يدينا الشكل اللي هو النهائي ده. بجد تسلم ايدك، الفكره جميله، خصوصا الحواوشي من الحاجات الشعبيه المحبوبه جدا في كل بيت، وللاسف تبقى دسمه جدا ومش صحيه قوي، فانت عملتيها بشكل اصح عشان كده بنعملها بالحاجات دي في البيت وبطعم احلى كمان بكتير جدا عن اللي بره. انا واثقه بجد. انت نورتيني النهارده. الله يخليكي. قولي لي، عايزه تقولي اي حاجه لجمهورك؟ عايزه اقول لهم انا بحبكم قوي ومتشكره على دعمهم ليا، لان بصراحه بيدعموني جدا جدا، وثقتهم اللي عمالين يدوهاني كل شويه دي بجد بتخليني حابه اتعلم. يعني لو انا بعمل حاجات حلوه قوي انا حابه اتعلم اكتر كمان عشانهم وافضل عند حسن ظنهم. الحمد لله. هو ده بقى يعني ان شاء الله ربنا يوفقك كمان وكمان. الله يخليك. باذن الله. ونورتيني النهارده. تسلم يا رب. بجد انا طبعا هنزل صورتنا بعد الحلقه وانتوا بقى تسالوها على الفيسبوك وعلى الانستجرام تلاقوها فين ان شاء الله. هنروح لفاصل وهنرجع يكون معايا ضيفه ان شاء الله خست 30 كيلو، تشوفها بعد الفاصل باذن الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل، واحنا معانا ضيفه جميله فاتن خست 30 كيلو على 7 خطوات في 6 شهور. ازيك يا فاتن؟ الله يسلمك. عامله ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. انتي ابتديتي امتى تعملي موضوع السبع خطوات؟ انا يعتبر بقالي 6 شهور، عديت الست شهور. طبعا مشيت على النظام ومشيت على ال 3 ايام السحري ومشيت على اتفرجتي على الحلقه صح؟
اه طبعا اتفرجتي على حلقه السبع خطوات؟ السبع خطوات وعدتها كذا مره وده نظام حياتي اصلا. وطبعا انا لسه بكمل يعني انا مع الجروب دايت لايت ساري فؤاد. الجروب ماشي جروب مع يعني هو جروب اتعمل اكيد مختلف عني بس هو واضح ان هما ماشيين على ماشيين على السبع خطوات. انا بنزلش الا النظام بتاع حضرتك. حلو جدا وما شاء الله عليهم يعني في ناس بتخس بال 3 كيلو 4 كيلو مشجعين بعض ان مشجعين بعض خطوات. مشجعين بعض يعني ما يعني هما كمان بكل واحده اخباركم ايه انتوا النهارده ماشيين ازاي طب اللي عنده هبوط ياخد كذا يعني انا ماشي على خطواتك انا ما بعملش الخطوات بتاع حضرتك. طب حلو جدا بتنصحوا بعض يعني وفي ناس خست اوريدي على الجروب دوت. ايوه كتير. خست يعني ما شاء الله عليهم ما كملناش مع بعض شهر واللي خس 3 كيلو واللي خس 4 كيلو يعني ما شاء الله عليهم. انت ما شاء الله خسيتي 30 كيلو في 6 شهور. لان انا كنت بعمل ديتوكس وكنت بعمل ديتوكس وبعمل الرجيم السحري فلدرجة ان انا كنت بعمله بالاربع ايام وكان بيجيب معايا نتيجة. ما هو بيجيب نتيجة بس احنا نلتزم برضو بثلاث ايام عشان اكتر من ثلاث ايام ممكن يخلي الجسم بعد كده يوقف الحرق. بس في الاول كان عندي دفعة جامدة يعني في الاول كنت بنزل بنزلة جامدة يعني طبعا عشان بينزل ميه في الاول برضه لان انا كان السمنه مفرطه يعني انا حتى كمان لسه بكمل. طب احنا نشوف صور مع بعض ونشوف كان وزنك كام الاول. نشوف الصور دلوقتي. ايوه قبل ما شاء الله. كنت مليانه جامد طبعا مع انك بصي في بعد لابسه فاتح يعني انت لابسه اسود في القبل والاسود بيخسس وفي في بعد لابسه فاتح وكمان فاتح بيزود وكمان كنت لابسه الاسدال يعني الاسدال ده واسع جامد يعني انا كنت سمنه مفرطه عايزه اعمل عمليه شفط بس خايفه عايزه اعمل تكميم معده بس خايفه انا عايزه اشرح بقى موضوع الشفط ده قصته ايه هشرحه دلوقتي كويس ان انت ما عملتيهوش لا الحمد لله انت خسيتي انت كان وزنك كام الاول وبقيتي كام انا كان وزني 125 وبقيت 95 اوكي حلو جدا وان شاء الله هتكمل ان شاء الله هكمل واحده واحده تمام. ونظام حياه انت بتعملي شرايح خبز مشبعه طبعا ده اساسي ده اساسي فعلا اساسي ده حياتي يعني انا لو بعدت عنه برجع يعني مش لا باكل بالكميه اللي هي ايه انت مش قادره انت يعني مش هتقدري ان انت تبعدي عنه مش قادره تحسي بالشبع لا لما بتاكلي حاجه تانية لا ممكن تصبري اتنين تلاته لكن الرابع يوم لازم تعمليه لان ده نظام حياه. انت متجوزه صح؟ اه ومخلفه قد ايه؟ عندي اربعه ما شاء الله فعلا ما يبانش عليكي ما شاء الله الواحد لما بيخس بيبقى صحته احسن جدا انا كان عندي دهون على الكبد ياه طبعا دهون على الكبد يعني خلاص بقى ان انا يعني الدكاتره لا ده في حاجه على الكبد كل شويه يعملوا اشاعه وصدقيني انا والله العظيم ما في حاجه عندي الحمد لله الدهون نزلت الحمد لله طبعا وكمان حاسه ان الحياه جديده يعني حياتي بقت الحمد لله ولسه انا لسه هكمل ما انا لسه انا يعني واستضيفك تاني لما تخسي اكتر ان شاء الله ان شاء الله انا شاء الله. عندي في واحده خست 75 كيلو قبل كده عارفاها متابعاكي متابعه حضرتك وبنزلها على الجروب برضو رانيا حبيبتي ف يعني الحمد لله في اوزان رهيبه جات لي يعني الحمد لله ان احنا ما عملناش عمليات ولا عملنا شفط ولانها حاجه صعبه حاجه جامده جدا حاجه تخوف انا لسه صاحبتي حبيبتي عامله بالون معده كانت هتموت من كتر مع ان البالون من تعتبر من اخف الحاجات لكن لا. برضو حاجه جوه المعده متعبه بشكل مش طبيعي على الجسم انا حاولت طبعا ان انا اقنعها بلاش ما تعمليش الحاجات دي مش كويسه بس هي يعني هي حبت انها تخوض التجربه بنفسها لكن فعلا كانت هتموت شافت الموت بعينيها الحاجات دي مرعبه مش اي حد يقدر يستحملها تجربه حضرتك ما شاء الله انا في الاول كانت معلش يعني الجروب حتى معايا بقول لهم استحملوا هي يومين هتاخدوا على يعني هتاخدوا على الحياه وخلاص انا فعلا مستحمله ما هي لا ده نظام دلوقتي حياة خلاص ده مش استحمل يعني دلوقتي احنا بس بنبدل عيش عادي بشرايح خبز بخليهم يتشجعوا ونمنع النشويات بعد المغرب يعني بقول لهم استحملوا كملوا ما حدش يقف ما حدش خلاص يومين ومش قادره لا
لما الواحد بيخس بيحس ان حياته اتجددت على طول. بتفرق يعني على طول ما شاء الله على حضرتك الله. يعني ربنا يحميك يا رب ويخليك لينا. لولا الخطوات بتاع حضرتك انا عمري ما كنت اخس. انا طول عمري وانا صغيره مليانه يعني كمان لما حبلت وطبعا السمنه مفرطه مش قادره انزل نفسي. لما تابعت حضرتك ومره واثنين وثلاثه دخلت على اليوتيوب ودخلت اتفرجت على 7 خطوات وتابعت الحمد لله. وانت اتفرجتي على الحلقه واتفرجتي عليها كذا مره. ما هو ده السر بقى، ما نتفرجش على الحلقه مره، لا احنا هنفهم بس هيقع مننا 80% معلومات، لازم نتفرج عليها تاني. طبعا تالت. كذا مره انا يعني. والرجيم السحري في منتهى الجمال الحمد لله. الحمد لله ده معدي ملايين المشاهدات ما شاء الله. ربنا يبارك لك. يعني الواحد حتى بياكل. أيوة. بياكل وبيحس بالحرق. يعني انا حتى كمان من على الجروب بقول لهم يعني ما تبعدوش عن السمك، انتوا بتاكلوا بس بتحرقوا. صح، وده فعلا ده نظام في حاجه حياة. بس حابه اقولها دلوقتي، هل انت اليومين دول حاسه بجوع زياده شويه؟ الصراحه انا ماشيه على رجيم برضو التلات ايام السحري. يعني لا حاسه مش حاسه بجوع. لا يعني مش زي عشان مش بتاكلي النشويات. النشويات هي بتخلي الواحد يجوع اسرع، بس هو الطبيعي دلوقتي في دخله الشتاء جوع مش طبيعي. كل الناس بتشتكي الا الناس اللي بتاكل شرايح خبز ومشبعه ياكلوا العيش وملتزمين ب7 خطوات. التاثير عليهم اقل كتير جدا عن الناس اللي يعني لو كان 3 4 وحدات من العيش مش مشكله، بس مش بترفع الدهون ولا لا، بالعكس ده بترفع الحرق. انا ان شاء الله ناكل، بصوا ان شاء الله ناكل نوصل ل17 وحدات، ارحم 1000 مره من لما ما ناكلش. تخيلوا بقى بتفرق، بس اهم حاجه شرب الميه طبعا. انا مبسوطه جدا والحمد لله انك ما عملتيش برضو شفط. انا في حاجه عايزه اشرحها بس من ناحيه شفط الدهون. شفط الدهون ده يا جماعه مش للتخسيس، شفط الدهون ده اساسي لنحت الجسم، لظبط الشكل. يعني مثلا حد عنده مثلا بطنه هي اللي زياده، او جنابه هي اللي زياده، او بس هو جسمه خلاص يعني هو جسمه مظبوط بس جناب اللي طالعه، او بطنه اللي زياده، او دراعات بشكل مش مظبوط زياده، لكن هو جسمه مظبوط. الزيادات دي هي اللي بتتشال بالشفط، لكن مش ان الواحد يخس بالشفط. الواحد لو عمل شفط دهون واكل برضو اللي عايز ياكله هيزيد تاني عادي، فمش هو ده العلاج ابدا ولا ده الحل. وموضوع العلاجات اللي هي بالبالون او دي حاجات لازم تبقوا حاطين قصادها كده، احنا ممكن نموت فيها بجد. يعني انا صاحبتي قالت لي انا شفت الموت بعينيا وراحت شالتها بعد 5 ايام، ما قدرتش تستحمل وكانت بتتمنى ان تكمل تعيش لغايه ما يشيلها بس منها من كتر ما ضاقت الموت بعينيها. فانا مش بنصح ابدا ان احنا نلجا لعمليات بنفسنا وبايدينا، الا طبعا في حالات بقى بيكون الواحد وصل لمرحله. انا وصلت لمرحله كبيره جدا، سمنه رهيبه، الدكتور ساعتها بيضطر انه يتدخل. لكن نصيحتي برضو تجربوا الاول ال7 خطوات، حاجه بسيطه جدا مش صعبه. اتفرجوا بس على الحلقه واعملوا شويه حاجات هتبان في اول اسبوع على طول، نتائج هتبان على طول ان شاء الله. ان شاء الله. نورتيني في الحلقه. قولي لي عايزه تقولي اي حاجه. ربنا يبارك لك ويسعدك يا رب. انا عمري ما كنت اتوقع اخس. انا يعتبر انا لسه برضو بكمل، بس انا من صغري وانا مليانه طبعا مع الحمل وجايبه طبعا 4 طبعاً. البطن بتكبر، فنفسي نفسي يمشي. والله مش عارفه اقول لحضرتك، ربنا يبارك لك. يعني اللي يمشي على ال7 خطوات دي في منتهى الجمال. وكمان العيش بيعمل تكميم المعده، يعني يعني بيضيق المعده. ما كل ما بياكلوه المعده، اصل العيش ده ما فيهوش اي حاجه فعلا، هو ما فيهوش حاجه، هو عباره عن حبيبات وحاجات بينفش في المعده بس بيشبع وبيعلي الحرق كمان، الاثنين مع بعض. وربنا يبارك لك ويجازيك كل خير يا رب. الله يخليك يا حبيبتي بجد، نورتيني. ويجازيكي انت كمان كل خير، لان انت برضو ساهمتي في انك تساعدي ناس غيرك. يعني اللي هيشوفك دلوقتي هيتشجع. يعني انت ابتديتي اهو. انا ال10 نصايح سابقا قبل كده كنا ماشيين عليها بقالي دلوقتي سنين، دخلت بقالي دلوقتي سنه اهو، قربنا على السنه ال7 خطوات. أيوة. انت ابتديتي 7 خطوات وفعلا في 6 شهور الحمد لله نزلتي 30 كيلو. الحمد لله. فان شاء الله اللي شايفك دلوقتي هيتشجع اكتر يتفرج على الحلقه
وان شاء الله برضو انه تفرق في حياته ويتغير حياته للاحسن بسبب وجودك النهارده معايا. ربنا يبارك لك يا رب. نورتيني بجد. ربنا يخليك. ويا رب ان شاء الله استضيفك تاني تكوني خسيتي اكتر إن شاء على دخلة الله. الصيف كمان هيبقى اسرع واسرع ان شاء الله. إن شاء بس الله. كملي دلوقتي في ناس كتير خست في الشتاء برضو. ايوه انا بكمل انا زي ما انا برضو الحمد لله. برافو عليكي. انه نظام حياه، هو نظام حياه. ايوه. لصحتك ولعمرك ولحياتك حتى بصي الواحد فعلا مفيش عجز، مش هتحسي انك بتعجزي، مش هتحسي انك تعبانه ومرهقه، مش هتحسي حاجات كتير قوي لما تتبعي 7 خطوات ان شاء الله. ان شاء الله حياتك. ربنا يبارك لك يا رب. والواحد بجد بيبقى عايز يعيش لاخر لحظه في عمره على رجله بصحته. أيوة مش عايزين ان احنا نبقى قاعدين مش قادرين نتحرك من مكاننا تعبانين مرهقين عيانين، لا احنا ربنا ادينا العمر نحافظ عليه ونحاول نعيش لاخر لحظه في عمرنا فعلا على رجلينا كده نقدر نتحرك بنشاط وصحه مش تعبانين وعيانين وقاعدين على السرير ومش قادرين ننزل. فهو ده اللي انا بتمناه من كل الناس. اتفرجوا على 7 خطوات. نورتيني يا رب النهارده. ربنا يخليك بجد. اشوفكم يا رب كمان شويه، احنا هنروح لفاصل وهنرجع نكمل مع بعض ان شاء الله اسئله واجوبه بعد الفاصل ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل. انا عايزه اشكر فاتن وثروه جدا على وجودهم معايا النهارده. فاتن اللي خس 30 كيلو على 7 خطوات، وثروه اللي ابتدت مشروع بيتي والحمد لله ماشي معاها كويس جدا، وهي في المنصوره وربنا يوفقها يا رب وتحقق حلمها وتفتح المطعم وتسميه ثروه ايه بقى، نفكر كلنا مع بعض ان شاء الله يا رب تحقق امنيتها دي بمطعم رائع. عايزه اجاوب على شويه اسئله وبعدين اقول لكم احنا عملنا ايه. اول حاجه انا جالي سؤال، يا ريت تقولي لي اكلات تناسب ارتفاع نسبه الدهون، ايه الاكلات المناسبه. مبدئيا لارتفاع نسبه الدهون تغذي دهون مفيده. الدهون المفيده لما الواحد بياكلها، لو الواحد عنده كوليسترول عالي، الكوليسترول الوحش لازم يبقى قصاده كوليسترول كويس عشان يعادلوا بعض ويدينا نتيجه، ساعتها ده علاج ممتاز. طبعا لازم تتابعي مع دكتور. لكن الحاجات اللي بتفيد قوي هو طبعا زيت زيتون، البكر، البكر المعصورة على البارد اللي في ازازة غامقة، تمام، لازم في ازازة غامقة عشان ازازة الغامقة دي بتساعد على ان تحافظ على زيت الزيتون من انها تتفاعل مع الاضاءة وتأكسد. فاحنا نشتري دايما زيت الزيتون في ازازة غامقة. خلاص دي اول حاجة. ناخد المكسرات النية، ناكل الاسماك زي السلمون والماكريل حلوين جدا. لو احنا اتبعنا دوت ده ان شاء الله يساعد جدا على ان الدهون الكويسه ترتفع معانا. طبعا بذر الكتان هايل جدا اللي موجود في شرايح الخبز، واللي بياكل شرايح خبز هيلاقي عنده تحسن رائع 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 في اي حاجه ليها دعوه تخص الدهون. زي ما احنا شفنا اهو فاتن لسه كانت بتقول حالا انا كان عندي دهون على الكبد والحمد لله كل ده راح. فاللي هياكل شرايح خبز مشبعه هيبقى بيعالج نفسه بنفسه واحدة واحدة ان شاء الله. عندي نادية بتقول عندي سكر فواكه ومش عارفة استعمله في ايه. الفركتوز دوت تقدري تستخدميه في وصفات كتير. انا كتير بعمل وصفات اللي هي مناسبة للدايت، بيبقى مكان السكر العادي سكر فركتوز، وتقدري تستخدميه الصبح مع الشاي مع القهوة، بالنهار تقدري تستخدمي الفركتوز عادي بمكان السكر. عندي ميدو بتقول مرضى السكر يعملوا ايه ويعملوا رجيم ازاي ويتصرفوا في حالة الهبوط. المريض السكر مبدئيا 7 خطوات مناسبة جدا لمريض السكر ان شاء الله، بس برضو كل واحد يسأل دكتوره علشان ما اقدرش ادي اي حاجة عن طريق التلفزيون. لكن 7 خطوات مناسبة المفروض للمريض السكر، بالعكس بتعالج كتير جدا الحمد لله. فاتبعوا مع الدكتور برضو. وفي حالة هبوط لازم طبعا سكر الدم يبقى مظبوط.
ففي الحالة دي يعني مثلا بالليل لو قللتي نشويات خالص وعندك سكر لا يبقى لازم تظبطي تاخدي مثلا حاجة الدكتور يقولك بقى لازم بالليل تاكلي فاكهية مثلا او حاجة عشان ايه ما يجيلكيش هبوط سكر، دي حاجة مش كويسة خالص. تمام، وخصوصا لو بتاخدي علاج. طيب عندنا بعد كده سؤال، هل ممكن استعمال زيت جنين القمح بدل البذور في ايه؟ طيب السؤال ده في ايه؟ لان بتفرق، يعني لازم اعرف الوصفة ايه بالظبط. لو تقصدي في شرايح الخبز لا انا بنصح بالبذور، بذر الكتان، وانت مش واضحة برضو بذور ايه. تمام عندنا بعد كده سؤال، انا صباح من المغرب مشكلتي اني مش بتغدى كويس وبحاول اتغدى على اشياء مفيدة للجسم والمشكلة مش بقدر على الاستمرار. بحاول اتجنب الوجبات التي بتزود من الوزن، ممكن نصيحة اني انقص الوزن وطريقة اني اتعود عليها. طيب انا مبدئيا بنصحك اسرع حاجة واحسن وجبة تاكليها انك تخلي دايما معك شرايح الخبز برضو المشبعة، لانها وجبة متكاملة فيها النشويات وفيها نسبة بروتينات وفيها الدهون المفيدة وفيها الالياف وفيها فيتامينات وفيها المعادن وفيها المضادات الاكسدة، كل حاجة موجودة في شرايح الخبز، فانت بس اشربي معاها مية بس وشوية سلطة بقى، اوقات شوية بقوليات، اوقات شوية فاكهة، اوقات شوية كله ايه وجبات، فده كده تمام معاك. بس هو الاساس شرايح الخبز والتمر من الحاجات اللي هايلين اللي فيهم غذاء كامل او معظم الغذاء الجسم محتاجه. التمر بس يبقى واحدة الصبح، دي من الوجبات واحدة لتلاتة، انا بنصح واحدة عشان في حجم بيبقى اوقات كبير قوي من التمر، فلو كبيرة تبقى واحدة بس ممتازة، تعتبر على فكرة وجبة. مش لازم احنا نملى معدتنا عشان نبقى كلنا، احنا ممكن ناكل تمرية، ممكن ناكل فاكهية، ناكل موزية، يبقى احنا كده اخدنا فايدة رائعة للجسم ومأرهقناهوش، وفي نفس الوقت احنا مش محتاجين اكتر من كده، يعني احنا مش عايشين عشان نقعد ناكل بس، فنحاول ان احنا يعني نتحكم شوية في نفسنا. تمام عندنا زينب، انا ببقى دايما جعانه بالليل جدا. طيب احنا الفتره اللي احنا فيها دي طبعا هيبقى الجوع مستمر، مبدئيا نخلي على طول معانا في الثلاجه شوربات قليله الدسم وما يبقاش فيها نشويات، يعني اساسها خضار، شوربه خضار باشكالها بقى، يبقى شوربه فراخ، شوربه لحمه، شوربه، يبقى عندنا الحلبسه، حمص الشام على طول موجوده معانا، دي يعني انا صاحبتي على طول بقت عارفه على طول لازم تعمل حمص الشام في البيت عشان اول ما جالها عارفه هي حمص الشام اللي هاكله. فده بيبقى من الوجبات اللي في الشتاء تحفه وبتشبع وفي نفس الوقت بتخسس. في كمان في برضو الفشار بيخسس جدا وبيشبع، بس نعمله معلقه زيت واحده ما نكترش عن كده. بس اجاوب على اخر سؤال بقى، عندي سؤال من ميرا بتقول يا ريت نظام تخسيس يكون اقتصادي لان شرايح الخبز مكلفه جدا. بصي يا ميرا، في شرايح الخبز الاقتصاديه، دوري على يوتيوب اكتبي شرايح الخبز الاقتصاديه سالي فؤاد، الوصفه دي اقتصاديه انا شايله منها اي حاجه غاليه، تقدري تعمليها عادي جدا مع 7 خطوات، ممكن تقللي من اللحوم وتزودي شويه في البقوليات بس تاكلي وجبات صغيره، ان شاء الله هتبقى تمام معاكي جدا جدا جدا. شوربه العدس من الحاجات اللي بتشبع كده وجميله، ما تاكلوش مع عيش، يعني كله شوربه العدس كده وعليها الليمون كده في الشتاء، احنا مش عايزه اقول لكم احنا متلجين تلج الاستوديو برد جدا، فبتوحم على شوربه عدس دلوقتي، نفسي في شوربه عدس سخنه كده. يا رب النهارده اكون في التوكو. عملنا ايه؟ هقول لكم على المقادير اللي احنا عملنا او الوصفات اللي احنا عملناها النهارده. احنا عملنا مع بعض وصفه سعودي حلوه جدا وهو المندي والرز البني، وعملنا مع بعض بليله سعوديه الشكل دوت من البليله السعودي، جميله برده مختلفه، او نتعرف برده على حاجات مختلفه احنا ما نعرفهاش قوي بس هي مفيده وصحيه جدا. يعني انا لما روحت مثلا ابو ظبي برضو قدموا لي في الاول حاجه برضو زي البليله بس من غير البنجر، كان فيها برضو اعتقد خيار وكان فيها الحمص برضو زي حمص الشام بس ما فيهاش صلصه، بتتقدم قبل الاكل، فكل بلد ليها تقاليد وبرضو تعتبر مفيده جدا وصحيه جدا.
واتمنى يا رب حلقه النهارده اكون فدتكم بنصايح وبوصفات وبضيوف وكل حاجه، واشوفكم على خير يا رب في حلقات جديده باذن الله دايما تكون مفيده ليكم يا رب ان شاء الله. باي باي.